بديت أقول شكرا على الطرح، تسميه طريق صعب، هو فعلا صعب، هو الخوف في الطريقة دي هو اللي نجم يبين لنا إن كان طريقا صعبا بالفعل وإلا، والدخول أصلا في الطريق والقرار في أنه ندخل في مجال كيف ما هكا يستحق منا برشا جهد، خاصة في بلاد عاشت مخاض بعد أحداث 14 جانفي في 2011، يستحق منا برشا جرأة وبرشا عزم وبرشا مثابرة باش نجمو نرفعو الصوت ونعلو الصوت، باش نجمو ندافعو على معناها ندافعو على حقوقنا كنساء وننتزعو حقوقنا أو نفتكو حقوقنا اللي يحبوا يسلبوها منا المنظومة السياسية والسلطة اللي حكمت فينا من 2011 لليوم. المعركة مازالت طويلة والطريق مازال وعر برشا. نرجع لك في علاقة بسؤالك، كيفاش كانت بداية خوضي في التجربة هذه؟ هو نؤمن بالأساس بأن التنشئة الاجتماعية عندها دور كبير في نحت شخصية الأشخاص وفي رسم طريقهم نحو الاختيارات متاعهم وكل ديك. عيش وقت اللي عشت في عائلة وأنا نبعة من ولاية الكيف، وعشت في عائلة نوعا ما تؤمن بالحرية، وكانت عائلة تؤمن ياسر بالاستثمار في الرأس المال البشري والاستثمار في الأشخاص. أمي الله يرحمها كانت من أكثر العبيد اللي كانوا مشجعيني باش نواصل مشواري، خاصة الدراسي اللي كانت شديدة الإصرار وشديدة العزم على أني نكون من بين المتفوقات في الدراسة وأني ننحت الصخر وباش نوصل للحاجه اللي هي شافتني فيها، الحاجه اللي نختارها اما بلي باش تكون الحاجه هذيك هي باش تكون فخوره بها. دونك الام نتاعي كانت من النساء اللي كانوا ياسر حاضرات في من بلي كانت هي ما كانتش متسايسه، لكن كانت مؤمنه بالحقوق، مؤمنه بالحريات، وكانت مؤمنه كذلك انه ما نجموش نخلطوا للحاجه الا ما ندافعوا عليها والا ما نناضلوا عليها والا ما نخلطوا في اي مجال، مش كان في المجال السياسي ولا في مجال الحقوق ولا في اي مجال، حتى في اطار العائله المضيقه اللي تفتح لنا الافق على افق اوسع او مجالات اوسع، كانت ديما تحفزنا باننا ما نسكتوش، كانت ديما تحفزنا باننا نتكلموا، كانت ديما تحفزنا اننا نكونوا جريئات وعاليات الصوت، كانت ديما تحفزنا اننا ندافعوا على حقوقنا وانه ما نسمحوا حتى واحد انه يعتدي علينا. فما جمعيات عبرت على فرح، وفما جمعيات عبرت على نصف فرح، وفما جمعيات كانت نوعا ما راضيه من رضا ماهوش رضا كامل. كخطوه اولى نجم نثمنوها في وضع استثنائي تعيشي البلاد اليوم، بعد ما شفنا برشا حكومات تويترت على البلاد من 2011 في غياب تقريبا تام للنساء، معناها لتمثيلية النساء في الحكومات، وكان حتى كان موجودات كانت ديما معناها موجودة في وزارة المرأة والطفل والمرأة والطفل والكل، يعني ديما في علاقة بمؤسسة العائلة وفي علاقة بالفضاء الخاص. ما شفناش نساء في مراكز قيادية، ما شفناش نساء في مراكز متاع قرار، ومسألة الإقصاء هذه نجموا أصلا نفسرها برشا عوامل، هو يطول شرحها، أما مسألة تقسيم الفضاء ومسألة النظرة الدونية للنساء والكلام اللي مستنسين نحكوا عليه وديما بالنسبة لهم حتى أسلمت الخطاب وأسلمت السياسة، وديما نحب نستعمل كلمة الإسلاموية اللي قاعدين الإسلام السياسي اللي كان ياسر ما مكتسح المجال، هذيك علاش النساء ما كانتش ياسر حاضرات، وكانوا حتى كي كانوا حاضرات كانوا حضورهم صوري، حاول تصوير نمطية رانا نجيبوا نساء ونزينوا بهم المشهد السياسي نتاع تونس، راهي عاصمة المرأة العربية وتونس هاي كديما هي السباقة في علاقة بحقوق النساء، أما غير ما شنو موجود في الواقع، الواقع الاجتماعي شنو فيه، الواقع الاقتصادي شنو فيه، الواقع السياسي فاش يتمثل بالضبط، شنو اهم السمات نتاعو فاش، الكل موجود والكل نشوفو فيه والكل نتحسو فيه والكل واضح للعيان، وما يستحقش برشا التفكير وما يستحقش اصلا انه العبد يكون اوتيه متسلح، كلمة متسلح ما نحبش على خاطر فيها بعد عنيف، فما يكون محمل بالأدوات اللي نجم يفهم بها بناء الهيمنة، ونجم يفهم فيها لا توازن على مستوى العلاقات ولا توازن على مستوى
توزيع الحقائب السياسية وتوزيع السلطات، توزيع العادل للسلطات اللي لازم يكون متلائم مع روح الدستور، ولو انه فيه برشا إخلالات وفيه مقتل يقولوا المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات. ومن بعديك نلقوا اللي أكثر المناطق، مش أكثر، كل الحقائب السياسية والحقائب الوزارية وكل الوزارات خاصة الوزارات القيادية على رأسها يكون وزير رجل. هذه نقطة استفهام كبيرة، وهذا يرجع لأن النساء ما ينجموش يخوضوا في المعارك الكبيرة وما عندهمش علم أصلا بدواليب الدولة كيفاش تشتغل في المخيل الثقافي والموروث اللي عنا، اللي ما نجموش للأسف يتخلوا عليه. أنه نحن كنساء ديما نقول نحن، والخطر نعتبر نفسي في إطار هاللامساواة والتمييز والممارسات التمييزية اللي تعيش فيها النساء في تونس، مازلنا نشوف ومش كيف في تونس كهو معناها وواقع كوني يعني. فما برشا قواسم مشتركة بين نساء العالم، تونس ماهيش استثناء مقارنة بأماكن أخرى. صحيح عنا حاجات يمكن زايدة شوية في علاقة بإصدار القانون 58، فما حاجة أنا كي نقولوا علاش ارتفعت، نحنا نقولوا أصدرنا القانون للحد، معناها باش تكون المسألة مقننة، باش نحاولوا أننا نحدوا شوية، مش باش نقضوا تماما من الأول، معناها في طريقنا نحو الحد أو التقليص من مختلف أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات، أو بألونتيرم يكون العنف المبني على القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي. شوف انه فما نوع من المقاومه بعد اصدار القانون 58، على خاطر نحن اصلا عشنا في المجتمع، كنا ديما في قبل 14 عام كنا ديما نسوقوا التصوير التونسي اللي هي بلاد حاميه للحقوق ومن حقوق النساء وبلاد راعيه لحقوق النساء، تونس عاصمه ديما اللي يقولوها تونس عاصمه المراه العربيه كل. في نفس الوقت، وقت اللي كانت ديوان الأسرة والعمران البشري ومختلف الهيئات والمؤسسات اللي تشتغل على مسألة العنف، وقت اللي يشتغلوا وخرجوا الأشيف وخرجوا الاستاتيستيك وخرجوا الأرقام والإحصائيات والدراسات اللي توثق وتثبت ارتفاع منسوب العنف من قبل حتى 14 في 2005 و 2004 وحتى قبل من نهاية بداية التسعينات وأواخر التسعينات بداية الألفينات، اشتغلوا ياسر على المسألة وكان فما نوعا ما محاولات متاع الطمس للأرقام هذيا. من بعد وقت اللي خرج الشيف متاع انه فما مرأة على سنين تموت من جرة العنف، وقتها اعتبرت مسألة العنف كيستيون دو سانتي بوبليك اللي لازمنا نعيدو فيها النظر وتولي فما دي استراتيجي دي ديمارش كلير. من بعد وقت اللي وقع اصدار القانون 58، بعدها كان ديجا الموروث والترسبات اللي عندنا في مجتمعنا انه المراه عندها برشا حقوق ونحن عندنا مجال التحرير الشخصيه، وقت اللي معناها وقع فيها منع تعدد الزوجات، وقت اللي كانت معناها مجلة رائدة في مجال حقوق النساء في الوقت هذاك وقت اللي وقع إصدارها، وبالنسبة لهم النساء وصلوا لمكانة نوعا ما تحمي حقوقهم وتحمي حقوقهم في الإطار العام وفي الإطار الخاص خاصة. هذاك علاش وقت اللي تضعات إصدار القانون ولو يعتبروا أنه فما تهديد أصلا للامتيازات الذكورية في تونس ولا في العالم، تهديد للبنية متاع الهيمنة، تهديد لصورة الرجل، خاطر نقد مشروع بما اني نعتبر نفسي نسويه من الشابات النسويات في تونس، اللي عندي رؤيه مختلفه تماما على رؤيه النسويات اللي سبقوني في النضال. ما نجم حتى واحد يذكر النضال اللي قاموا به، وما نجمش ننفي وما عنديش اصلا حتى مشروعيه باش اني ننفي مجهودات الجسام اللي وحجر الاساس اللي بنوهما قبلنا النسويات اللي قتلنا في بداية النضال النسوي في تونس. هو نوع من المراكمة، وما كان هما ما فتحوش الطريق اصلا باش نكونوا موجودات، لا ما نجموش نحن نكونوا موجودات لهنا. اوكي، الحجر الاساسي اللي بناته النسويات في تونس وحتى النسويات في العالم هو اللي فتح لنا الطريق امام اصلا الوعي النسوي والوعي الجندري والوعي على قضايا النساء، مش قضايا المرأة، على خطر المرأة، المرأة نساء والأنوثة أنوثات، وما نجموش نلخصوا النساء في قالب واحد. مانيش في إطار المقارنة بين أشكال النضال في السابق وأشكال النضال في الواقع الراهن، لأن كل مرحلة وخصوصيتها.
نجموش نقارنوا شكون الأصعب وشكون الأقل. كل مرحلة وعندها سماتها وعندها خصوصيتها. في علاقة بالرهن لأني ما شهدتش وما عايشتش أشكال النضال في فترات السابقة، باش نحكي على الفترة اللي نتواجدت فيها وكنت موجودة فيها. أشكال النضال تغيرت، أشكال والتعبيرات النضالية تغيرت، كانت أكثر الجسد كان فيها حاضر أكثر، أجسادنا كنساء كانت فيها حاضر أكثر، صوتنا كنساء كان فيها حاضر أكثر، أنوثتنا كانت حاضرة أكثر، لأنه قبل كنا لازم نتماهى أو ننصهر مع الهوية نتاع الهوية اللي ما تنجمش تبيننا اسكو نحن نساء ولا اسكو نحن رجال. يعني نكونوا فك الانصهار نتاع ان جنبا الى جنب نساء ورجال، ولا نساء ندافع عن حقوقنا مع طمس معالم انوثتنا. ما رسالتي بالاحرى للنساء تونس، مش رساله هي، ما هو في اطار التضامن النسوي او في اطار التشارك في قواسم مشتركه، واش في اطار الانتماء لنفس الهويه الانثويه. نحب نقول انه ديما ننبه وديما نرجع ونقول الطريق مازال ياسر طويل وعار، لازم طول نفس، لازم برشا اصرار وبرشا عزيمه، انه باش نتوقفوا في محطه ما ونقولوا راهو لا مانيش باش ننجحوا، الا باش نقولوا راهو طريق طويل، ولا باش نقولوا انا ما نجموش نغيروا، ما عندهم ما باش يوصلنا. يعني الاصرار هو اهم حاجه، ان كان نحن مؤمنات بالفعل بالحاجات اللي نحن نعمل فيها، كان نحن مؤمنات مساله اهميه وضروره تحقيق المساواه، تحقيق العدل الاجتماعي والسلم الاجتماعي وانتزاع حق التحرك في فضاء امن، خاصه نحن في بلاد ليست امنه للنساء، تونس بلد غير امن للنساء. المعركه مازالت طويله ومازالت متواصله في حقنا للولوج بالصحه، في حقنا للدفاع على كينونتنا على هويتنا، لحقنا في الولوج للإرث، حقنا في الولوج للأجر المتساوي، والحقنا فاغ معناها في اتجاه مقاربة حقوق الإنسان، ماهيش حتى مقاربة بتاع مقاربة نسوية أو مقاربة جندرية، نحن في بعد معناها أشمل وأوسع من ذلك وأعمق من ذلك. مقاربة النوع الاجتماعي نجم تكون جسر صغير باش يسهل لنا الطريق نحو التغني او التحلي بمقاربه حقوق الانسان، اللي تتعامل مع الناس الكل على حد السواء، وتؤمن وتعترف انه نحن شريكات وشركاء في الانسانيه لا غير.